السياسية والمزاج ليس غريبا على القرضاوي، نجده بعد ذلك يسب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. بن علي بعد 4 أسابيع يقول فهمتكم يا غبي، ما فهمتش إلا بعد 4 أسابيع، وبعد أن سقط العشرات والمئات جيت فهمت، ما فهمتش من طول تلك الأيام. حرب أخرى لم يغب عنها القرضاوي، أزهقت فيها أرواح عشرات الآلاف من الليبيين. لعب القرضاوي بخطبه وفتويه وبرامجه الدينية دورا كبيرا فيها. تعاني منه ليبيا منذ 17 من فبراير من عام 2011 وحتى الآن. أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. ظل القرضاوي طوال الفترة من 28 من يناير من عام 2011 وحتى 11 من فبراير من العام نفسه يدعو الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى التنحي ومغادرة منصبه والتأكيد على جواز الخروج على الحاكم بل وعزله. يا مبارك، أنصحك أيها الرئيس أن تستفيد من درس زين العابدين علي وتخرج على رجليك مختارا.